يحتفل العالم في 30 من أغسطس من كل عام باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وبتزامن مع هذا اليوم أصدرت رابطة أمهات المختطفين بياناً جددت فيه مناشدتها المنظمات الدولية لممارسة الضغط من أجل الكشف عن مصير المخفيين قسراً في معتقلات ميليشيا الحوثي والمخلوع. رصدت الرابطة في بيانها 512 حالة إخفاء قسري لمدنيين قامت ميليشيا الانقلاب باختطافهم منذ مطلع العام الجاري، بينما سجلت حالة إخفاء كثيرة منذ بدء الانقلاب في سبتمبر 2014. تؤكد أمهات المختطفين تعرض العشرات من المخفيين لصنوف شتى من التعذيب، وصل إلى حد التصفية الجسدية واستخدام بعضهم دروعا بشرية لقصف طائرات التحالف. ولا تكتفي ميليشيا الانقلاب بجريمتي الإخفاء والتعذيب بحق المخفيين، بل تمارس مع أمهاتهم وذويهم جريمتي إخفاء المعلومة وعدم السماح بالإطمئنان على صحتهم. يعد الإخفاء القسري في مواثيق الأمم المتحدة جريمة ضد الإنسانية، وتندرج ضمن هذه الجريمة حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، لكن بقاء المخفيين قسرا بنظر رابطة أمهات المختطفين لا يعرض حياتهم للخطر فقط، بل يجعلهم وحيدين لمصير مجهول، ويبقي في الوقت ذاته أمهاتهم أيضا رهينة القلق على صحتهم الجسدية والخوف من خبر قتلهم في أي لحظة.